أما الشاحنات التي تعبر عن وضع مزرٍ وتدهس سرديات الانقلاب في أن كل شيء موجود وما نحتاج إلى حد شيء، أمام التزمير على الوضع الموجود وأمام الناس اللي يا قيس سير سير ورانا وراك بالمدير، مهما كانت التكلفة متاع مناصرة قيس سعيد، المهم أنت يا تونسي يا خويا يا اللي مقابلني أنا نحي لك عينيك، ولا يهمني في أني أنا نفقد النظر، وفي لا يهمني في أن الشمس تغيب على البلد إلى النهاية. هذا وضع لابد أن نعبر عليه بفاصل تزميري. أعطونا فاصل تزميري يعبر على هذا الوضع. فاصل تزميري، عنا مقاطع مش احنا قلناهم، عنا مقاطع في إذاعة موزاييك، اسمعوا الناس ماذا تقول ونخليك مع الفاصل التزميري. أكثر فترة في نحكيو فيها على السيادة الوطنية والسيادة الغذائية والأمن الغذائي، وأكثر فترة وين تم دوس السيادة الغذائية والسيادة الوطنية لتونس. كيف أنا نقول لك مثلا الأمن الغذائي، شنو هي أول حاجة تخم فيها؟ فلاح، القمح. قمح اليوم ديوان الحبوب، اليوم ديوان الحبوب، في ديوان الحبوب البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية هو جالس وهو يفاليدي في الشراءات متاع ديوان الحبوب. اليوم احنا صححنا مع البنك البريد، صححنا معهم على مستوى 150 مليون يورو إعانات للديوان الحبوب. احنا يمكن نجيو نتبعوا البريد عمرها ما تدخل في تنميه، معناها صابين فلوس في الميزانيه، عمرها ما تعمل دي سوتيان وبيدجي، تعمل المشاريع الهيكليه. وقت اللي جينا نشوفوا الاتفاقيه احنا استغربنا، الاتفاقيه 45 صفحه موجوده باللغه الانجليزيه، الناس الكل ينجموا يقراوها. شايف الاتفاقيه فيها تدخل في السياسات الدوله التونسيه، وعليها وقت اللي غدينا 150 مليون دولار اتفقنا معهم اللي باش نعملوا اصلاحات باش نردوا القطاع هذا يمشي القطاع الخاص، معناها بالكلمه واحده وضع خريطه طريق لتحويل التدريجي لنشاط استيراد القمح والشعير الى القطاع الخاص. نواصلوا الفصل التزميري متاعنا. نحب نقولوا للتوانسه اللي الناس اللي تحكي على الهيبه وعلى سياده الوطن وكل خطب وكل جعجعة وكل طحين، 150 مليون دولار، 150 مليون أورو هي ما يعادل تقريب 500 مليون دينار تونسي الكلفة متاعها. الاتفاقية مصحين على أنه القمح باش يولي يجيبوه الخواص، مش باش تولي تجوع في كرشك، باش تولي الجوع في فمك، يعني مش كرشك الجوع، تولي فمك ما تدخلوش اصلا القمح، ما تعكيش على بطنك يعني انت، وعينيك تجوع. علاش عينيك تجوع؟ لانك تولي القمح ما عادش باش تشوفه اصلا، القمح ما عادش باش تشوفه في السوق، معناها عينك هي اللي تجوع. فاصل تزميري. يوم هما يفاليديو لي زاشا نتاعنا، هما وقت اللي عملنا الاتفاقيه على 150 مليون يورو مع البريد، طلبنا منهم باش يخلصوا البواخر اللي ماهمش خالصين، رفضوا. قالوا احنا نخلصوا كان جديد اللي احنا نراقبوه واللي احنا نعسوا على كيفاش تمت الشراءات وطلب العروض. تعرف ال 150 مليون يورو هذايا اللي احنا معناها فرطنا في نسبه من السياده الوطنيه نتاعنا والامن الغذائي، تعرف على قداش؟ على 15% من الواردات نتاعنا من القمح من الحبوب السنوية، 15% من الواردات نتاعنا. لا خاطر كل قنطار بقيمته. ولا وقت اللي نحكيو على الاملاءات نتاع صندوق النقد الدولي واحنا نرفضوا واحنا الحاجه المهمه هي السياده الوطنيه، احنا صححنا حاجه تاريخيا عمرنا ما صححنا عليها حتى في اضعف حالاتنا بعد الاستقلال. حتى في أضعف حالاتنا ما صححناش، حتى في أضعف حالاتنا ما صححناش، ما بعناش قوت أولادنا وقوت التوانسة. والمقالة والموقع واللينك الرابط موجود،
تجدونه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الاو بي ار دي، هذا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يساهم في جهود تونس لإصلاح قطاع الحبوب. الفضيحة اللي قال عليها هذا القرض السيادي بقيمة 150 مليون يورو لفائدة ديوان الحبوب، القرض هذا لا يساوي إلا 15% من قيمة الواردات في تونس، واردات القمح الصلب والشعير طبعا، تؤمن تونس ثلثي حبوبها من التوريد.